هذه بالضبط 40 يوم وصلتني حكاية مستعجلة ديال إنسانة اللي كانت كتعاودها بالدموع على أنها خطأت في المراهقة ديالها بحالها تقريبا بحال معظم الشباب في هذه المرحلة. ولكن هذا الخطأ يا سادة يا كرام متعلق بالشرف ديالها واللي غادي يكلفها بزاف من صحتها ومستقبلها وحوايج واحد اخرين. حكاية الليلة عبرة كيف العادة للوالدين والبنات وحتى الذكور اذا كانوا كيتفرجوا فيها. علاش ركزت على الذكور وماشي الرجال؟ لان الذكور هما اللي تيخطئوا بحال هاد الاخطاء. وجدوا شي حاجه تشربوها واجي نعاود لكم حكايه الليله. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيئه، احوالكم طيبه، كل شيء هو هذاك. اذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار راه الدار دارك. شكرا كيف العاده ودائما وابدا على التعاليق ديالكم الجميله والرائعه واللي ما كنعرفش نجاوب عليها بقوه الادب ديالكم والاحترام اللي كتحترموني والطيبوبه ديال قلوبكم والشهادات اللي كتخليو ليا في حقي اللي كنعتز بها وهي اللي كتخليني انني نقاوم ونتقاتل باش ندير لكم فيديو نهاريه نهار لا. شكرا على الوجود ديالكم، على الادب ديالكم، على الاحترام ديالكم، وانا المؤنسه ديالكم كيف العاده. اذا كنتي خياطه، اذا كنتي كتخدمي في كوزينه، اذا كنتي سهرانه اذا بغيتي تشربي شي قهوه، فين ما كنتي في خدمتك في الطريق ديالك انا المؤنسه ديالك بالخير. خير ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا آية، حليت عيني على واحد العائله اللي هي عاديه جدا، لحالتها الماديه متوسطه. الوالد ديالي كان في الاول ميسر لي خدمته، ولكن من بعد ما بقاتش امور مشيه مزيان لانه كنت يخدم في عمل اللي هو حر. كنت طفله ماشي قرايه وماشي كسوله، كنت متوسطه، والام ديالي هي اللي كانت كتحاول معايا انني نقرا وكتحفظني، وكيف تيقولوا كانت هي اللي كتدفعني. والديا بيناتهم ما كاينش واحد التناغم ولا انسجام، ديما مخاصمين. اذا هما ظهروا سيمانه كيتخاصموا 3 شهور ولا 6 شهور. كبرت ما تنقدرش نقول لماما بلي كنبغيك، وما كنقدرش نقولها حتى لبابا، وما كنقدرش نبوسهم، وحتى هما كذلك. ما كانتش عندنا القضيه نتاع صباح الخير صباح النور زيدوا تفطروا، لا، ديما بابا كان تياكل بوحدو وانا وماما بوحدنا الا في العيد، هو فين كنتلاقاو من الصباح للصباح. ديما كانت عندنا ديك القضيه نتاع سير قول لماماك سير قول لباباك. عمر الوالد ديالي ما ضرب ماما من غير مره واحده اللي كان ضربها قدامي وانا مازال كنت في التحضيري انذاك. هاد الصوره ما عمرها تحيدت ليا ما بين عيني. فاش كنجبدها لماما كتقول لي لا ما عقلتش، ولكن انا كنت عاقله عليها مزيان. كنت طفله اللي داخله سوق راسي، ما تنجمع مع حد، ما كندوي مع حتى شي حد، ولا نهضر حتى مع شي حد، حتى وصلت لفتره المراهقه. هنا في بديت انا كنبغي نلبس نقاد شعري نبان بحالي بحال الاغلبيه نتاع البنات فاش كيوصلوا هاد المرحله. دارنا ما كانوش مزيريني وما كانوش راخييني. صحاباتي بداو كيخرجوا بالجروبات اللي كانوا مخلطين فيهم الدراري والبنات، ولكن ماما كانت ديما ضد وما كتخلينيش، وكان تيطلع ليا الدم وكنبدا كنبكي ونعاود لصحاباتي. كيبداو يقولوا ليا مال ماما كدايره بحال هكا، علاش ما كتخليكش تخرجي، ويلي بزاف عيقات عليك، الى ما اخره من دوك الجمل المعروفين. انا كان همي انني غير نخرج ديك الساعه وصاف، ما كانش بالي عامر بالدراري نهائيا. بدوري بقيت بحال هكاك تنحاول غير نخرج، والوالده كانت خايفه عليا. طلعت للثانوي اللي كان حدا الدار ديالنا، بيناتنا غير واحد الشانطي. طلعت للسانكيام وباقى انا ديك البنت اللي كتحشم، واذا هضر معايا شي ذكر كنت كنتزنق وكتجيني فشي شكل، ماشي من داك النوع اللي كنت كنتعجب بالدراري. طلعت للسيزيام بديت نحس شويه بجنباتي، وبديت كنخرج مع واحد البنت اللي هي بنت جارتنا. هاد البنت كان عندها الخليل ديالها كانت كتخرج معاه. فاش كنت نتلاقى انا وياها كتقول لي ويلي يا صاحبتي مالكي معقده، مالك ما كتهضريش مع الدراري، مالك ما كتخرجيش. انا بقيت كنقول اه واه عندها الصح. بديت نقول علاش انا دايره بحال هكا. واحد النهار واحد الولد قال ليها شوفي ديك الدريه ايه بغيت نهضر معاها. جا عندي هو قالها ليا، قلت له الله يرحم ليك الوالدين، ما تهضر معايا ما نهضر معاك. ما كنتش باغا نعطيه فرصه في نهضر انا وياه الراس في الراس. فعلا تنجلس مع البنات والدراري قدام انا وياه كنلعبوا الكارطه في السوايع اللي هما خاويين وكنضحكوا، ولكن ما عمرني تفرد مع شي واحد الراس في الراس. هي جات لعندي وبدات عليا دوي معاه راكي عجبتيه ما غادي يوقع والو، راه غادي تهضروا غير في التليفون، غير جربي. بدات كتقنعني راكم عرفتوا ديك الهضره، لا عادي مالك معقده غير جربي دوي معاه، انا راه بحال الاخت ديالك، كل ما كنتي عزيزه عليا وبحال اختي وعرفتوا بلي انه ظريف وماشي ولد الحرام والله ما نخليه دوي معاك. بقات كدور ليا بدماغي حتى صافي صاحبت مع داك الدري، وصراحه ربي شاهد عليا انه ما كانش شي حاجه ما بيناتنا. كنا كنجمعوا غير في التليفون ويبقى يقول لي راه كنبغيك وكنعجبني الحال بزاف، وكنا كنتلاقاو مره فشحال. كنت اذا بغيت نمشي نتلاقى معاه كنت كندي ديك صاحبتي وكنمشيو كنتلاقاو وكنتجمعوا في شي بلاصه وكنرجع في حالي للدار.
يعني ما كانت حتى شي حاجة. ندمت بزاف فاش وصلت الباك تفرقت معاه وكل واحد مشى في حاله. ندمت حيتاش كنقول كون ما هضرتش معاه ما كنتش غادي نوصل لحتى حاجة من اللي وصلت ليها اليوم خايبة واللي خلاتني نحكي لكم هاد الحكاية. لكن بقى تنعقل في الباك. واحد النهار كنت خارجة تعرض لي واحد السيد قال لي بغيت نهضر معاك. لا ما تهضرش معايا. بقى مصر عليا حتى هضرت معاه. جمعنا بدينا تنخرجوا وكانت عنده الطوموبيل كانت يساريني معاه فيها. بديت كنحس بجنيباتي بدا كيعجبني الحال. كنخرج بالطوموبيل زعما راني خارجه. كنخرجوا كنضحكوا كنشطوا كنرجع للدار وباقا محضيه من دارنا. ماما كانت حاضيه يعني ولكن انا ما كنتش كنخلي ليها الوقيته فين تشك فيا لانه كنت تنخرج في الوقيتات اللي كانوا عندي سوايع خاويين. واحد النهار قال لي انا بغيتك تجي عندي الدار غير نجلسوا ما غادي يوقع ما بيناتنا حتى شي حاجه. رفض سمح لي يا خويا انا ما نقدرش نمشي معاك. في هذا الوقت بحايله بديت كنتجذب ليه شي شويه. قال لي صافي نتفارقوا. تفرقنا وما بقيناش كنعرفوا بعضياتنا. من موراها تلاقيت بسيد واحد اخر ولا تيعجبني وكنخرج معاه. وسط هادشي كله ما كنتش قافزه كنت على نيتي وما كنعرفش التحريميات. واحد النهار غادي يقترح عليا باش اننا نمشيو لعندو للدار نجمعوا مع بعضياتنا. حلف لي بلي انه ما غاديش ياذيني. فعلا مشيت معاه. دابا فاش كنتفكر هادشي تنقول ما عرفتش فين كان عقلي وعلاش وكيفاش حتى قبلت. حيت هنا غادي تبدا مرحله اولى من القصه ديالي. مشيت معاه وجلست معاه في دارهم ما كان فيها حتى شي حد. حاول انه يتقرب مني ولكن ما بغيتش. سمح لي يا خويا انت عزيز عليا وتنبغيك ولكن ما نقدرش وما يمكنش ليا ندير داكشي اللي بغيتي. شدني بزاف مني وحاول باش انه يتقرب مني ولكن الحمد لله ما طرا والو. من تما تفارقت انا وياه بقيت بوحدي ما بقيتش كندوي مع حتى شي حد واحد المده اللي هي طويله. حتى لواحد النهار المره الثالثه غادي نتلاقى بواحد السيد واحد اخر اللي كان خدام وكبير عليا نوعا ما. كانت عندي انا داكشي 19 ولا 20 سنه هو كان كبير عليا واحد شويه. كنت ندوي معاه غير في التليفون لمده عام كامل. عمرني ما تلاقيت به وعمرني قلت ليه بلي انه فايت ليا مشيت للدار مع شي واحد واخا ما كان وقع حتى شي حاجه. كان كصديق عادي. كنت نعاود ليه اذا شي حاجه ضرتني. كنت محتاجه نهضر مع شي واحد وكنت كنرتاح معاه. ما كانش نقدر نهضر مع بابا ولا نضحك معاه. ديما هو ما مساليش وما تيدخل حتى اش من وقت بالليل. الله يحسن العوان. كان حتى هو مقاتل باش انه يجيب لنا ديك لقمه العيش. كان تيخدم ولكن انا كان ديما تيبقى فيا الحال. منين تنكبر وتنشوف تنقول علاش البنات تيخرجوا مع باباتهم وانا تنخرج غير مع ماما. ما تنسافروش مجموعين. كنجي للدار ما تلقاش اولا اغلبيه الوقت كيكون دابز مع ماما الا قليل ومرات معدودين اللي تيكونوا مصالحين. هاد الوضعيه صراحه كانت كتلعب على النفسيه ديالي. المهم داك السيد تعرفت عليه كان ظريف. كيف قلت لكم دازت عام على العلاقه ديالنا. عمرو ما قال لي نتلاقى بك ولا نخرجوا ولا نمشيو شي بلاصه نهائيا. من بعد هاد المده غادي نخرج انا وياه ولكن ما تقربش مني ما شدش ليا في يدي وتاكد ليا هنا بلي انه هاد الانسان راه في شي شكل. فعلا كنا تنخرجوا كنجلسوا في شي قهوه وكنرجعوا حالنا للدار. بقيت هكاك معاه 2016 2017 حتى 2018 بنفس الطريقه ومحترمني وكنت ثيقه فيه واحد الثقه اللي كانت عمياء. كان تيحاول انه بدوره كيبعدني على البنات وعلى الدراري واذا بغيت شي بلاصه هو اللي كيديني ليها. واذا غير قلت ليه راه خرجت مع ماما وشفت واحد الصباط وما كرهتوش انه نشريه كيقول لي فين كاين يا اما كيمشي كيجيبو ليا يا اما كيعطيني الفلوس ديالو. قليل فين كنت نقبل نشد من عنده الفلوس. ديك الساعه كنت نعاود هاد العلاقه ديالي لبنات صحاباتي وتيقولوا ليا ويلي خدام ولاباس عليه علاش ما كتستغليهش خدي منه الفلوس. انا عمرني ما كنت باغا بحال هكا. مشيت مع بنيتي ووليت كنعرفو غير هو والله ووالديا. بدات تيقول لي بغيت نتزوج بك غادي نجي نخطبك. انا عاودت لماما بلي انني كنعرف هاد السيد وراه بغى يتزوج بيا وناوي المعقول. ماما بدات تقول لي صافي خصك تقولي لي انا ويجي للدار. قلت لي جيب داركم راني قلتها لماما. هو بقى عليا راه ضروري غادي نجي اعطيني غير شويه ديال الوقت نقاد شي امور ونجي. واخا صراحه الصالير ديالو كان كافي لكل شيء غير هو المشكل ديالو انه امه ما كانش باغا يتزوج حيت كانت تعطيها الفلوس من برا. هادشي اللي تيقول والله اعلم. اللي ما قلتش لكم هو انه فايت ليه مزوج وعنده وليات ومطلق. ماما كانت عارفه بلي انني كندوي معاه ولكن ما عارفاش بلي انه فايت ليه تلاقيت به. واحد النهار بحال دخل لراسي القضيه ديال اجي عندي للدار. حنا دابا راه كنتهضروا وماما كفراسها كلشي وباغيين نتزوجوا وغادي نتزوجوا حيتاش ضروري. مشيت معاه بديت كنمشي معاه ما مره ما جوج. لكل مشيه كان كيتقرب مني وكنحاول انني نحبسه ونمشي في حالي للدار. من موراها فاش كندخل كنبدا كنبكي وكنقول ليه ما تعاودش تقرب ليا
خليه حتى نتزوجوا. تيقول لي لا حنا راه غادي نتزوجوا. واحد النهار قال لي بغيت ندوي مع باباك، بابا ما غاديش يبغي خصوصا اذا عرف بلي انه مطلق. لا راني بغيت غير ندوي معاه. بابا ما غاديش يبغي يتلاقى بك خصوصا اذا عرفك انك مطلق. لا راني بغيت غير ندوي معاه. كان عقل ديك الساعه في رمضان تندوي معاه، قال لي فينك؟ قلت له انا مع بابا فواحد البلاصه، راه خسر لي الموتور وتبعته بالطوموبيل باش نعطيه ما عقلتش واش المازوت ولا شي حاجه اللي كانت خاسره ليه في الموتور ديالو. قال لي واخا. هو ديك الوقيته كان تيتباني وتيشوف واش فعلا انا كاينه في ديك البلاصه ولا لا. بان لي بابا من بعيد غادي تيدفع الموتور، وانا بابا ديك الساعه قال لي صافي سير للدار حيت قرب يدن المغرب، انا غادي نجي دافع الموتور، انت يا سيري سبقيني. انا ديك الدوميتور اللي درت باش نتم راجعه غادي نلقى هو مع بابا تيدوي معاه. فرحت وقلت يا يمكن هو كيهضر معاه على قبل الزواج. مشيت للدار وعيت ليا، قال لي راني هضرت مع باك غير باش نتقرب منه باش اذا طلبتك منه هو ما يرفضنيش، ويا ريت يا ريت لو كان ما خليتش داك الشيء يطرى. جيت للدار وجلست كنتسنى فيه، قال لي راني عاونت باك في الموتور حتى للستاسيون، وقلت ليه بلي انا جاركم، وبابا مع حسن النيه ديالو قال لي انا خدام في البلاصه الفلانيه، اذا احتاجيتي شي حاجه مرحبا بك، ولا جي شي نهار شرب قهوه على حسابي حيتاش عاونتيني. قال لي قلت لي بارك الله فيكم مشيت. انا فرحت، قال لي غادي ندير معاه شي قهوه ونهضر معاه في هذا الموضوع. انا ما كنتش عارفه شنو اللي كان تيخليه انه يرجع باللور وما يتقدمش ليا. بقيت معاه اليوم غدا اليوم غدا، ها هو غادي يهضر حتى سنه 2019، ودخلنا في 2020 وباقي مجرجرني. ولكن قبل في اواخر 2019 وغادي توقع الواقعه فاش غادي نمشي معاه من جديد، وهنا غادي نكتشفوا بلي انني ما عنديش العذريه وتما دخت. وهنا رجعت بيا الذاكره وتذكرت نهار فاش كنت صغيره في التاسعه، وبحكم انه بابا فيه السكر وعند جداتي وعماماتي مهم كل شيء، يعني كان عندنا وراثي في العائله. انا ذاك كان جاتني واحد الهيجان في المنطقه، واش بحكم انه شي ميكروب او لا كان السكر طالع ليا ما كنتش عارفه. واحد الوقيته بانوا ليا شي نقيطات نتاع الدم، واش انا افتضيت العذريه ديالي دون قصد او لا غير تجرحت او لا ما كانتش عندي. انا تخلعت ومشيت كنجري عند ماما، قالت لي يمكن اذا هي راه صافي وصلت لسي البلوغ ديالك، غادي نصبروا حتى الغدا وغادي نشوفوا. انا كنت مخلوعه فعلا، لا غد لي جاتني ولاول مره الدوره ديالي، ولكن بواحد الطريقه اللي كانت خفيفه جدا، واكدت لي ماما بلي انها راه هي هادشي اللي كان وقع انا ذاك. دابا غادي نرجعوا لاواخر 2019 فاش وقعت الواقعه معاه، ولكن من قبل كنت معاودة لهذا السيد هادشي اللي وقع ليا وانا صغيرة. يمكن هو شدني من هاد القضية وقال اجي نلعب عليها بما انها فقدت العذرية ديالها، وانا صراحة ما عرفش واش فقدها ولا انا هكاك دايرة. بديت كنبكي وتنقول اش درت، ما خاصنيش ندير هادشي، ولمت راسي وسيمانة ما بقيتش كندوي معاه، مرضت وبعدت عليه وغير تنبكي وتنقول بلي انني خنت الثقة ديال الوالدية. الوالد ديالي بدا كيتقرب مني ديك الساعة وشرى لي طوموبيل، وانا تنشوف هادشي وتنقول نار يا ربي شنو درت. من موراها رجع داك خاينه وحاول انه يدوي معايا، لا ما تخافيش والله تنديك وما نخليكش. بديت كنبكي وبقيت معاه، بدا كيستغل فيا بمعنى انه فاش كنتخاصم معاه تنقول لي اجي تزوج بيا، هو كان تيقول لي اذا ما عطيتينيش اتساع غادي نقولها لباك ونعاود ليه كل شيء. هاد الجمله فاش تنسمعها كانت كفيله انها ترعدني وتخليني نبقى واقفه وما نقول والو، وانا في دماغي تنقول لا ما يمكنش، خاص شي واحد يسترني، خاصني نتستر ونعاود نرجع نطلب فيه انه ما يخلينيش غير يتزوج بيا ويطلقني. وعاود تيقول لي نفس الجمله. حتى واحد النهار عيط لي وقال لي خاصني نشري طوموبيل، اضري لي عافاك مع خالتك تعطيك واحد المليون نقضي بها واحد الغرض ونردو لك. عيطت لخالتي عاودت ليها، ولكن عطيتها غير الصوره الزوينه على هذا السيد، وهي توافق وقالت لي واخا. ولكن بنتي ايه ما تلاقيش به، يجمعكم عافاك غير التليفون غير مكالمات. قلت لها خالتي داكشي اللي كاين، واحد النهار غادي يجي للمدينه اللي هي فين كاينه. وانا نعيط لها قلت لها عافاك خالتي راه فلان بغى يتلاقى بك، عافاك سيري شوفي كيفاش داير. تلاقات به فعلا وخدات نمرته، وبقى عليها ضروري غادي نخطب ايه. كتقولي راه اذا حصلها باها غادي يقتلها، خصك ضروري تجي. لا لا راني غادي نجي. خالتي كان عزيز عليها حيتاش كان تيستعمل ديك الظرافه وتدرويشت ديالو كشكل او مظهر ظاهري، كانوا تيقولوا هذا مستحيل يدير شي حاجه اللي هي خايبه. المهم بقيت عليه كل مره خاصك تجي خاصك تجي، حتى واحد النهار عيني بالشرف ديالي بلي انني كنت على علاقه مع شي واحد من غيره، وهذا الشيء خلاني انني نوض نسالي معاه بدون ما نفكر وندبر في حياتي وناخذ قرار بلي انه عمرني ما نشوف واحد اخر. وهنا سالينا 5 سنين وانا معاه، من بعد تفارقنا في 2020
2020 فهاد المراحل كامل اللي دازو انا نجحت في الباك وقريت، لكن فهاد السنه بالضبط ربي سهل عليا في خدمه بصالير مزيان، والوالد ديالي كان مرض ديك الساعه وجاتو جلطه دماغيه. انا ضحكات لي الدنيا من جديد وفرحت وقلت الحمد لله يا ربي بعدني على هاد الطريق ودار لي خير. صيفطت بابا في الطياره لواحد المدينه اللي كانت كبيره فين يداوى وتكلفت به. انا عندي واحد خالتي اللي كانت عايشه في الخارج اللي كانت كتعرف واحد السيد اللي كاين تما وصديق ديالها وديال راجلها وعنده واحد الدرايه قليلة بالمجال الطبي. منين كان بابا مريض كانت خالتي هي اللي كتصيفط ليه السكانيرات وكتستشر معاه وهو كان كيجاوبها. واحد النهار كانت جالسه هي وياه عودت ليه عليا، راني عندي واحد بنت اختي سميتها آية درويشه، وانا فعلا كنت درويشه، غير هو ما عرفش شنو اللي خلاني كنت نغلط، واش كنت نقلب على الحنان، واش كنت نقلب على الرجوله، واش كنت نقلب على الوجود نتاع الراجل في حياتي، ما عرفش علاش درت هذا الشيء. المهم هي بحكم انها كدوي عليا ديما هو شدو الفضول انه يعرفني، غادي يدخل الفيسبوك ديالها ودخل عندي ولقاني دايره التصاور ديالي. غادي يدوي معاها في شهر 9 2020 وقال لها بلي انا بغيت نتزوج وما كرهش شي وحده من عائلتها. هو فايت لي مزوج ومطلق وعنده وليد اللي كان فيه التوحد، طلبها تشوف لي شي بنيته من عائلتها. قالت لي راه كاع البنات ديال العائله ديالنا باقيين صغارات، من غير ديك ايه اللي يلاه خدمت وكنت تنعاود لك عليها، اللي كتعاون مع باها وراه حنينه ومهليه في والديها وحنا مفتخرين بها حيتاش ما مخصصاهم من حتى شي حاجه، وهي الراجل نتاع الدار ونتاع باها. قال لها واخا ما كرهتش تدوي ليا معاها، اذا بغيت من غدا غادي نجي نخطبها ونتزوجوا. قالت لي خليني نستشر معاهم وانا غادي نرد عليك. كنت باقا تنعقل، كنت خارجه مع ماما داك النهار بغيت نشري واحد السروال، فبدا كيصوني لي التليفون ديالي. انا شفته بانت لي خالتي، قلت ماما راه خالتي، قالت لي جاوبيها. جاوبتها وقلت لها عافاك يا خالتي بلاتي عافاك نقيس واحد السروال انا غادي ندوز لك ماما. هضرات مع ماما وجبدت لها الموضوع، قطعت معاها ماما وهي فرحانه قالت لي راه جاوب فيك الخطابه ايه. كيفاش؟ لا لا انا ما باغاش، وغير بلاتي يا بنتي غير دوي معاه. واش تفهمتي ولا لا؟ ما قلناش لك تزوجي به دابا او لا بزز. لا ماما دارت فيا وقالت لي ياك ما بقيتيش كدوي مع داك خاينه وغير كيتفلى. بديت كنحلف لها بلي ما بقاتش عندي علاقه معها ماما، غير تيكذب عليك، اما ولاد الناس راهم هادو اللي كيجيو يدقوا البيبان. ماما راني ما بقيتش كندوي معها صافي. مشينا للدار اصرت من جديد وانا تنرفض، وهي تسولني واحد السؤال اللي كان صدمه، ياك ما عندك شي حاجه؟ لا لا ما عندي والو. ديك الساعه وافقت، قلت لها صافي دابا ندوي معاه. قلت باش ما تشككش فيا غادي ندوي معاه واحد زوج سيمانات في التليفون ونقول لها راه ما تفاهمناش ولا ما عجبنيش، باش حتى شي حد ما يعرف هذا السر ديالي وصافي ونسدو هذا الموضوع. دويت معاه اول مره، دوى معايا عجبني الصوت ديالو وجذبني ليه، اقترح عليا ابيل فيديو باش اننا نشوفو. فعلا داكشي اللي كان وانا عجبني وحشمانه كنت ندور الكاميرا للحيط، بقى تيقول لي لا خليني نشوفك باش نتعرفوا على بعضياتنا راه غير التليفون هذا. المهم دوى معايا مؤدب وشرط عليا شرط واحد باللي انه عنده واحد الوليد اللي هو مريض وتيحمق عليه هو عينيه، بغاني غير نتهلا فيه حيتاش سيمانه تيكون عنده سيمانه عند امه. وافقت وقطعت معاه وانا هنا تنقنع راسي بلي انه ما خصنيش نتعجب بداك الانسان. بقيت نهضر معاه كل نهار وكل مره فيه شي حاجه كنكتشفها فيه كانت كتعجبني، عقليته افكاره هضرته الشخصيه ديالو، عنده كاريزما اللي كانت في شكل. داز اسبوع وطلب مني الراي ديالي انه يتزوج بيا، قلت ليه ما عرفش. قال لي صافي غادي يقولها لبا حيت ما بقاوش مستمرين حنا غير في هذه المكالمات بحال هكا. فعلا دوى البابا في التليفون وبابا دوى الماما، قال لها سبحان الله هاد البنت عندنا مرزقه، ربي رزقها خديمه زوينه ودابا راجل باين فيه ولد الناس وحنين وعلى برا في دوله اللي كنا كنتمناوها ليها. انا وسط هادشي كنت خايفه انني نتفضح، ما يمكنش نتزوج بهاد المشكل اللي انا عندي. كل نهار كنت نفكر شنو نقدر ندير ونخرج راسي من هاد الورطه اللي وحلت فيها راسي. تنسد عليا في بيتي وكان بدا كنبكي وكنقول انا هاد السيد عجبني وبغيته، شنو غادي ندير؟ واش نقول ليه لا ما نقدرش؟ واش نقولها لماما؟ واش نقولها لبابا؟ لا ما يمكنش. كل نهار تنقول اليوم غادي نسالي علاقتي به من 2020 شهر 9 حتى شهر 3 من 2021، وغادي يقول لي غادي يجيبوا الخطبه، بمعنى والدي ووالديا غادي يخطبونا من التليفون ويطلعوا يخطبوني رسميا لدار جده. غادي يمشي ليها وكان كلشي فرحان تما وكيوجدوا ناشطين والضحك والزغاريت. انا صليت صلاه الاستخاره وقلت يا ربي راك عالي وعالم وعارف كلشي، يا ربي يسر لي في هذا الزواج ويسر لي فيه ويسرني يا ربي. جات مو باه وخواتاتو جابوا ما قسم الله وكبروا بيا الصراحه، جلست معاهم وارتحيت. وانا وسط هذا الشيء مازال تنقول مع راسي خاصني نحبس هذا الشيء ولا نمشي ندير شي عمليه ديال العذريه، ولكن من الداخل ما كنتش قاده تنقول لا هو تقفية وجا لدارنا ومهلي فيا وفي والديا، نوض انا ندير لي هذا الشيء؟ لا ما يمكنش مستحيل، ولكن غادي نبقى ديما مريضه في راسي. حتى لواحد النهار قررت انني نعاود ليه كل شيء
اذا ما بغانيش الله يسهل عليه. الوقت اللي غادي نتجر انني نقول ليه غادي نتصاب بداء السكري اللي جاني بقوه التفكير والتخمام. عيط ليه وقلت ليه حد هنا وصفى ولد الناس، الله يسهل عليك، شوف لك شي واحد اخر، انا ما صلحش ليك. غادي عيط ليه من بعد وبدات يبكي، انا بغيتك، انت عجبتيني وداكشي اللي بغيت راه فيك، واش هادشي على قبل ولدي؟ ما تخافيش انا غير ما تضربيهش. قلت ليه اسمع فلان، انا فيا السكر وصحتي على قد الحال، وما عارفش واش نقدر نهزك انت وولدك ولا شي ولاد جاوا في الطريق في المستقبل. انا عارفه بلي ما نقدر على والو، رفض وقنعني باش انا نبقى معاه. كملنا حتى شهر 5، عيط ليا قال ليا انا غادي نجي الشهر الجاي وغادي نتزوجوا. كنت في قمه الفرحه ديالي، لكن في نفس الوقت تنفكر في داك المشكل كيفاش غادي ندير ليه. وقت ما دويت معاه كنت تنبكي، تيسولني علاش كتبكي، لا فلان راه غير الفرحه وانا عالم بيا غير الله. واحد النهار عاوتاني دويت ليه، صافي حنا غادي نحبسو هنا، كاع الكادويات اللي جبتي ليا والفلوس اللي صيفطتي ليا نرجع لك كلشي. لا اشنو كتقولي وانا كنبغيك وما يمكنش. قال ليا قولي لي شنو كاين. قلت لي عافاك بلاتي نقطع معاك واحد دقيقه، راه التليفون ديالي كيصوني. فعلا قطعت عليه وبديت تنبكي تنبكي وكنشهق، وانا نقول صافي غادي نقول ليه شنو كاين. ودابا فعلا دويت معاه وقلت ليه كلشي، اشنو طرا ليا مع واحد السيد وهادشي اللي عطى الله دابا. وزدت تنبكي، قلت ليه صافي كلشي غادي يسالي هنا غير هو، الله يرحم ليك الوالدين، سترني الله يسترك دنيا واخره، سترني بمعنى خلي هاد الهضره بيناتنا وما تخرجهاش، والا غادي يقتلوني دارنا ونحبسو هنا ما حدنا ما درنا والو، وانا كلشي غادي نردو ليك. وقول لوالديك بلي انا اللي فيا المشكل، انا اللي ما مزياناش، انا بنت الحرام، انا اللي ما عجبتكش، وانا دارنا غادي نقول ليهم بلي انا اللي درت ليه شي حاجه اللي خلاته ما يعجبوش الحال ونتفرقوا. دابا الله يسهل عليك، بسلامه بسلامه. قطع، داز نهار كامل وما دوانيش حتى لغد ليه، عيط ليا تيبكي، علاش آية؟ علاش كون غير تسنيتي حتى نجي انا نكون راجلك ونكون اول واحد في حياتك، علاش درتي هذا الشيء وانا تنموت عليك؟ هو تيبكي وانا تنبكي، كيقول لي كون غير تسنيتيني. شوفي دابا غادي نقول لك زوج كلمات، انا ما غاديش نتفرق معاك وغادي نكمل معاك وغادي نسترك ونتزوج بك. انا بقيت تنبكي وكنشهق. في نظركم واش فعلا غادي يتزوج بها ويكون معاها راجل ويسترها كيف قال، ولا غادي تكون بداية نتاع شي معاناة، ولا غادي يفضحها وغادي تعيش الجحيم؟ بما انه حكايتنا طويلة غادي نضرب لكم موعد غدا ان شاء الله، واخا عرفتكم ما كتحملوش ندير لكم الاجزاء في القصص، حيت كتجيني صعيبة انني نحط لكم في فيديو واحد 60 دقيقة، لانه الجزء الثاني باقي مازال طويل بزاف. سمحوا لي مرة اخرى، وغادي نقول لكم تسناوني غدا ان شاء الله في نفس الموعد اللي هو 9 باش تشوفوا شنو دار مع هذا السيد، واش طلع معها راجل ولا لا، وتعلموا من الخطا اللي داز على آية. فبدوركم عافاكم كيف عودتونا ما تقصروش من جهتكم، وخليوا تعليق في هذا الجزء الاول الآية، لأنه فعلا الحالة اللي هي كانت تعود لي بها هذه الحكاية كانت مزرية. ولكن الجزء الأخير اللي غادي نحط لكم غدا إن شاء الله هذاك شي حاجة عاود تاني واحدة أخرى، باش تعرفوا كيفاش انتهت هذه القصة، شي حاجة اللي ما طيحش لكم على البال. هذا هو كان الجزء نتاع هذه الليلة، ما تنسوش أنكم تدعموني بالضغط على زر الإعجاب اللي ما تيكلفكم حتى شي مجهود. أحبكم كيف ما كتحبوني، دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.